هي إحدى نقاط إركاب الزائرين على الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء المقدسة، جهود خدمية استثنائية تبذل من القوات الأمنية الماسكة للأرض، إضافة لواجبها في تأمين مراسم الزيارة. تنظيم حركة سير العجلات ضمن قاطع المسؤولية بتنسيق عالي بين قطعات الجيش ومفارز المرور الموجودة من مديرية مرور الكرخ وقاطع مرور الطرق الخارجية الموجود ضمن مركز قضاء المحمودية، ولا يوجد أي قطع فيما يخص العجلات بطريق الزائرين إلى كربلاء والعودة إلى مناطق سكناهم داخل العاصمة الحبيبة بغداد. أبراج مراقبة وأطواق أمنية وعمليات استباقية ونشر لعناصر استخبارية على مسارات الزائرين للوصول بالزيارة الأربعينية إلى بر الأمان. الخطة الأمنية رافقتها خطط خدمية بالاشتراك مع كافة الدوائر الخدمية والصحية، استنفرنا كافة القطاعات والموارد الخدمية الخاصة باللواء والقيادة الفرقة وقيادة قوات الشرطة الاتحادية من طبابة الشرطة الاتحادية وسرايا تمويل النقل الخاصة بالشرطة الاتحادية بنقل الزوار. العمل الاستخباري والعمليات الاستباقية مستمرة من قبل الزيارة بشهر، ولحد هذه اللحظة قطعاتنا الاستخبارية وقطعاتنا الأمنية ما زالت بعمليات إلقاء قبض على مطلوبين. الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير المياه الصالحة للشرب جهد تضامني بين القوات الأمنية والمواكب الحسينية في هذا المحور المهم، إذ إن قدوم الزائر من محافظات الوسط والجنوب ووصوله لبغداد يتطلب جهدا مضاعفا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار وازدياد أعداد الزائرين. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.